على الود والمحبة نجدد اللقاء بكم أحبتي مشاهدي قناة العراقية أينما كنتم من شمال عراقنا الحبيب إلى أقصى جنوبه في مساء جديد من مساءات موزايك. حلقة اليوم تأتيكم من هذا البرنامج من محافظة أربيل، فعسى أن تقضوا برفقتنا أسعد وأمتع الأوقات. رحبوا معي أحبتي مشاهدي قناة العراقية بالضيفين الكريمين والعزيزين، كل من الفنان رائد. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. أهلا وسهلا. بداية سؤالنا الأول اللي خلي نبدي بأستاذ رائد، بداية عرف الجمهور والمشاهد بحضرتك. أهلا وسهلا بك وبقناة العراقية وبالمشاهدين الكرام. أنا رائد فرمان من مواليد قضاء الشيخان محافظة نينوى 1975، والبقية تأتي إن شاء الله. لو نفس السؤال أستاذ عبو. عبو فرمان أخو الرائد، أنا من مواليد برج الأسد 1977. نعم. خلي نجي السؤال الروتيني والصور روتيني صار. سؤال، لو تحكي لنا عن بداياتك، بداياتك الفنية. بدايتي الفنية كانت يعني بالعراق، طبعا انا من المغتربين، ظلت 9 سنوات باوروبا وراجع صار لي فتره من الزمن بحدود 8 اشهر. بدايتي الفنيه كانت بالمدرسه، من كنا تلاميذ، بعد كنت اغني، بعدين كانت طبعا هذه مجرد هوايه، بعدين بالحفلات العائليه كنا نغني، اني طبعا اسبق العبو سنا و موهبة بالغناء. هذه الموهبة طورتها، طبعا مو أنا طورتها، طورتها الآلام والمعاناة اللي عشتها بالغربة. يعني تقدر تقول أنه موهبتي الغنائية بالأداء والشعر همين صقلتها أيام الغربة. طبعا الغربة تقتل بالإنسان أشياء تزرع بي أشياء ثانية، فهي من رحم الغربة، من رحم المعاناة، سواء كان أدائي كفنان موسيقي، كمغني، وكإلقاء شعري. نعم. ننتقل للفنان عبو. السؤال نفس السؤال، شلون بدأت بداياتك؟ هل أنت هجت نفس نهج أستاذ رائد، أم أنت شفت الغناء أنه هو موهبة بيك يعني؟ هو رايت ايضا ما انتج شو اسمه، بس هو يعني هي جتني كموهبه. انا بالنسبه لي ايضا كانت عندي يعني بالمدرسه كنت اغني اغاني او اناشيد، هي اناشيد كانت وقتها، وبس الموهبه الحقيقيه طلعت عندي بال 2000 تقريبا، يعني اول ما طلعت من العراق بالغربة. طبعا أنا أعزف أيضا آلة البزق الطنبورة، وكنت دائما يعني يعجبني أنه ألحن أول شيء، وبدت او بدا المشوار عندي في اول سنه غربه لي في المانيا. نعم. سؤالي استاذ رائد، ما هي الاعمال اللي قدمتها واخر اعمالك خلينا نقول؟ والله اذا بدينا بالاعمال راح نطول، لانه احنا بدايتنا كانت بال 2002 كانتاج فني. الانتاج طبعا ككتابه اغاني وتلحين واداء كان بيني وبين عبو ثنائي، يعني رائد وعبو دائما يغنون سويا. نعم. وهسه هم يعني المعروف بين الناس انه رائد وعبو، انا اذا اقول لهم رائد فرمان ما حد يمكن يعرفني. بس تقول له رائد وعبو اكيد الكل راح تعرف. نعم. طبعا اعمالنا بديناها بالبوم دنيا بوكا، غنيناها بالكرمانجي، كان ب 11 تراك، بجزء كبير من عنده يحكي قصة ألم الغربة، وغنينا عن الأم، غنينا عن الوطن، غنينا عن الحب طبعا، لأنه إذا عددت المواضيع كلها ترجع أضمها. أكيد هي المواضيع كثيرة والأعمال أكيد كثيرة، بس خلينا نقول الأعمال اللي أكثر الأعمال اللي أخذت شهرة بين الناس يعني. الأعمال اللي أخذت شهرة طبعا معروف جدا أنه الأغنية أو أي عمل فني إذا يسمعون الناس يكون يعني وصوله للعالم قليل، لكن لما نشوفه على التلفزيون كعمل فني مصور مخرج يعني عليه اخراج يكون حظوته بين الناس اكبر. احنا انعرفنا اول ما عرفونا به الناس البوم دنيا بوكا، اغنيه دنيا بوكا اللي طلعت القنوات العربيه.
شرقية وقيثارة وعشتار طلعتها بالفترة الأخيرة، يعني دنيا بوك هي أول الأعمال اللي عرفتنا بها الناس. أنا يعني سألت نفس السؤال بس خلي نغيره، خلي نقول آخر الأعمال، لأن أنتم أكيد الأعمال هي متشاركة يعني بيناتكم. بس قبل ما أحكي على آخر الأعمال، أنت سألت الأغنية الأكثر شعبية والأغنية الأكثر أخذ شهرتها، هي إحنا غنينا طبعا أغنيتين على آلام العراق، على الشهداء اللي يعني وقعوا بعد 2003. بس أكثر أغنية أخذ شعبيتها وإحنا يعني أيضا تأثرنا بها هواي، يعني أغنية شما دنجي شوكانا اللي غنيناها أنا ورايت على كارثة سنجار. أكيد طبعا الإعلام والعالم كلها عرفت كارثة سنجار وقتها. طبعا إحنا سويناها فيديو كليب، سينجل نزلناها وعرضوها بعض القنوات العربية وأيضا الكردية من عندها أعتقد. وبس الأغنية الأخرى الأكثر يعني شعبية كانت هي من اختالك يا وطن، ايضا غنيناها اكثر شيء على بغداد وعلى مثل ما قلت لك يعني الشهداء اللي وقعوا نتيجه الدمار الشامل اللي صار بالعراق. اعمالنا الاخيره طبعا هي من اختارك وطن مثل ما قلت لك، كلنا عراق، ايضا هي لتوحيد الصف العراقي من كل مذاهب اديانه وقوميات الموجوده بالعراق. روحي متعلقه بها، ايضا هي من كلمات عادل محسن والحان رايد وعبو. طبعا نوجه له تحيه عن طريق قناه العراقي الفضائيه. من ايضا اعمالنا الفنيه الاخرى هي على الانتخابات الجايه، عندنا عمل فني على شكل فيديو كليب ان شاء الله قريبا راح يعرض على القناه الفضائيه. عفوا احب استعرض باحدى الاغاني الانسانيه اللي يعني عملنا عليها وكتبناها ولحناها، هي أغنية شمادن قتشوكاناي بالكردي اللي ذكرها عبو، واللي ترجمتها للعربي. مثلا احنا ترجمنا الأغنية طبعا كساب تايتل إلى اللغة العربية وانطيناها للقنوات العربية، وكساب تايتل إلى الألمانية شعرا لأنه احنا نحكي ألماني همين، نحكي ألماني همين. الأغنية هذه لماذا توقفت عن غنائها العصافير؟ تحكي ألم شعب عانى من انفجار هز المنطقة ككل، لكن حطم المنطقة اللي اتفجر بيها، وهي كانت سلسلة انفجارات مترابطة بعضها بمنطقة سيبا وتلعزير. هذه الأغنية تحكي مو بس ألم سنجار، إنما تحكي ألم العراق البريء، لأنه كل مناطق العراق تعرضت للإرهاب، لكن هذه المنطقتين بالذات يعني كان الانفجار بها انفجار فظيع إلى بعد ما تتصور العين ولا يتصور المخ. نستذكر هذه الخيال. نعم. بلي. فنستذكر طبعا استذكرنا هذه الأغنية، استنكرناها للأحداث اللي صارت. أتوقع أنه كل إنسان سمع الأغنية بكى على آلامها، حتى لو ما كان يعرف ما يفهم اللهجة اللي اتغنت بها الأغنية، وهي اللهجة الشنغالية يعني اللهجة السنجارية.